يا شيخ، هل تنصح بالتعدد؟ وهل التعدد من السنة؟ وهل هي سنة مهجورة؟ لا، التعدد ليس سنة، كما أنه ليس بدعة. التعدد ليس سنة وليس بدعة، والعلم عند الله تبارك. وإن كان بعض أهل العلم يرى أن الأصل التعدد، كما قال الله تبارك وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، وبعض أهلهم يقول لا، الأصل واحدة ويجوز له أن يعدد. ولا وليس هناك قول ثالث يعني أنه لا يجوز التعدد، إنما هذا قول بعض المتأخرين الذين قالوا حكم التعدد كحكم أكل الميتة، لا يجوز إلا عند الضرورة. هذا كلام باطل وساذج ولا يقبل أبدا، ولم يقل به أحد من أهل العلم. وإنما قول أهل العلم إن التعدد هو الأصل، وبعضهم يقول الواحدة هي هو الأصل. سواء قلنا هذا أو هذا لا يترتب عليه شيء، المهم أنه جائز، المهم أنه جائز. والذي أرتاح إليه أنه يختلف باختلاف الأشخاص. فالأصل كما قال الله تبارك وتعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فالذي يخشى ألا يعدل، طيب، فهذا لا يجوز له أن يعدد، لأنه قد يقع في الحرام. وقد جاء في الحديث وإن كان ضعيفا أن الذي لا يعدل بين أزواجه يأتي يوم القيامة وشقه مائل، ولكن هذا الحديث ضعيف لا يثبت، لكن المعنى صحيح من حيث أنه لا يجوز إنسان يظلم، يجب أن يتقي الله في زوجتي أو الثلاث أزواج أو أربع حسب، لكن القصد أن من لا يستطيع العدل أو يخشى أن لا يعدل فهذا لا يعدد، ومن كان يستطيع أن يعدل ويتقي الله تبارك وتعالى فهذا له أن يعدد. فالقصد أن الأمر لا يقال هذا السنة أو هذا السنة، ولكن يختلف باختلاف الأشخاص، والعلم عند الله تبارك وتعالى.